يعني مو موضوع اني اثقف الناس ولا اني انا اقول لهم، بعض الاحيان اجيب تغريدات وانزلها بالانستغرام تحت كل بوست يعني، لكن والسناب نفس الشيء يعني. بعض الاحيان انا مخصصه يومين في الاسبوع او يوم ادخل بالتويتر اسالهم سؤال ونتناقش فيه. بعد هذا يعني يستفيدون من خبرات بعض وكذا ومن خبرتي انا. فانا اساسا انسانه يعني بعض الاحيان اطلع بشخصيه اكون فيها رسميه، او اني ارد، او ان عرفتي يجيني تعليقات وكذا ارد عليهم يعني بعفويه، عرفتي، ام اني انا اطلع ثقافتي وحساباتي، مو والله حق اني اثقف الناس ولا اني انا مجالي الميك اب. شو المواضيع اللي دائما تحبين ان انت تطرحينها وتشاركين فيها الناس؟ دائما احط اسئله بالتويتر والناس تشارك فيه. اجتماعيه، آه، سياسيه، رياضيه؟ لا سياسيه ما احب السياسه، انا ما احب حتى اشوف اخبار سياسيه لانها تعور القلب وتقلب المود، كفايه الوضع الراهن يعني اللي صاير في الدول وكذا. اتكلم عن اي شيء طبعا، اي مشكله ممكن تصير. ايه متابعه جيده لمشاهير وفاشينيستات سعوديات؟ والله اذا في وقت. في وقت عندك؟ لا. من التابعين؟ حاليا في الوقت الحالي ولا احد بصراحه. منو كنتي تتابعين وبطلتي تتابعينه؟ ما صدقيني اضيفهم واتابعهم، ما في وقت. منو يعجبك كان؟ من لكن يعني وايد دبلوماسيه، يعني عادي الواحد يعني يحب مثلا، انا احب فلانه لانها قريبه من، او مو ما بيقول قريبه من شخصيتي، بس انا قاعد تسوي فعلا شيء قاعد يفيد. بصراحه انا احب اتابع الشخصيات اللي فيها قوه في الشخصيه، احب المشهوره الذكيه، احب اللي يهاجمونها الناس وما عليها وطاف، زي الدكتوره خلود صراحه. صحيح، احب يعني اتابعها اذا فضيت، يعني هي تتابعني بعد اذا فضيت.